سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ونتمنى اي فيديو كان رمي يعجبكم، والاطباق ديالي يا ربي داكشي اللي كنشارك معكم في الدار ديالي يعجبكم حتى هو. اليوم غادي ندير واحد الكيكه بهذا بتفاح، كتجي زوينه واقتصاديه، غادي نشاركها معكم ونتمنى يا ربي تعجبكم. اي حاجه كندير يعجبكم، وغادي نبداو ان شاء الله ما نطولش عليكم. كندير في هذه الكيكه هذه ديال التفاح، كيكه عاديه غير انا كندير فيها التفاح، واقتصاديه كتطلع اقتصاديه وزوينه. كندير ربعه البيضات، كندير بحال جوج كيسان ديال الليمون، وكل كاس الاخر ما عامرش، شفتوا بحال هكا ما عامرش، كاس صغير ديال الزيت، كاس ديال السنيده، والدقيق حسب الخليط. غادي نجمعوا العجينه، وعندي ثلاثه الخمارات ها هما، والتفاح غادي نرافقوه في الاخر من غادي نكملوا الكيكه، غادي نقطعوه وغادي نستفو فوق الكيكه. المهم غادي ندير هاد ربعه البيضات في هنايا في المونينيكس، غنديرها في المونينيكس ونرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. هاد الكيكه هادي الا بغيتي ديريها بغيتي ديريها عندك الحليب، ما عندكش الليمون ديري الحليب، كاس ديال الحليب غديري كاس ديال الحليب وطرفقها بكاس ديال دانون. ما عندكش سميتو غديري غير الليمون، سميتو غديري ديري غير الليمون صافي. ونتمنى البنات تعجبكم هاد الكيكه هادي، اقتصاديه وزوينه كتطلع واعره، وانا كنديرها ديما في الدار وكتعجب بنياتي وكلشي كتعجبهم. المهم زوينه ديال الدار، المهم ماشي شي حاجه مكلفه. المهم غادي نبقى نعطيكم شي وصفات هكا ديال الكيكات، عندي بزاف ديال الكيكات غادي نرافقهم معكم ان شاء الله. المهم نبداو الفيديو دابا، غادي نفكس البيض وندير هاد جوج كيسان هادو ديال الليمون وكاس ديال السنيده ونرجع معكم. المهم انا ندير بعدا نشارك معكم البيض حيت ما شاده بوحدي. غادي ندير هاد كاس ديال السنيده، ها هو. غادي ندير نص هاد الكاس هذا مع شتي كاس صغير ديال الزيت، يكون صغير هذوك الصغار ها هما شفتوهم صافي. وغادي نفكس البيض ونرجع معكم البنات. انا رجعت معكم البنات، انا منين درت ربعه البيضات وجوج كيسان ديال الليمون، كاس الاول عامر وكاس الثاني ما عامرش، ودرت كاس ديال السنيده وهذا وربعه البيضات. المهم انا خلطتهم، راني درت الدقيق، الدقيق على حسب اسم الكيكه، تكون شويه ما تكونش ثقيله، تكون شويه يعني شتوها جاريه شويه، ما تكونش ثقيله باش ما تجيناش معجنه. ديروها البنات والله الا صدقوني كتجي زوينه وقصيصاديه. كاع بنادم كيدير الكيكه بالليمون. انا بغيت نشاركها معاكم، وقطعت التفاحه، ها هي قطعت التفاحه وبجلوف وقطعته، وغادي قطعت غير تفاحه وحده حتى نشوف الا كفاتني، عاد غادي نزيد الا كفاتني هكا خاصني نص غادي نزيد نص. المهم غادي نبقى نضرب مزيان، غادي نبقى نضرب تندمج دوك تاع الخمارات اللي درت. والدقيق على حسب الخليط، تخليوه هكا جاري شتوه بحال هكا. انا بغيت نشاركها معاكم كيفاش كندير ليها، كيفاش من كل واحد كيفاش كيصاوب الكيكه ديالو. المهم انا هذه هي الطريقه اللي كندير فيها، كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت هذا يكون صغير، هذا الصغير هذا الا ما عندكمش هذا ديروا نص كاس ديال الزيت، يكون بحال دابا هذوك اللي عبرت بهم انايا السكر، غاديش تعمروا غديروا فيه غير نص، ولا عندكم هذاك الصغير عبروا بكاس صغير، لان الزيت الا كثرت الزيت هي اللي كتخلي الكيكه كتجي معجنه وما كتجيش ناشفه، كتجي مزيته، كدير غير كاس صغير ديال الزيت. نرجع معكم البنات، نرميها نديرها في الطاوه. هيا غندير هاد المثقوبه هادي، هيا دهنتها بالزيت ودرت ليها الدقيق، ودابا غادي نخوي الخليط، غادي نخوي في هذا.
في البنات انا غادي نكرط هاد السوبير هادي ونرجع معاكم. انا البنات رجعت يعني منين خويتها انا رجعت معاكم باش غادي نبدا ندير التفاح وندير ليها بحال هكا. كتحطوه من فوقها وصافي ماشي تزوقوها غير بحال هكا. كيجيو داك التفاح ملي كطيب كتجي باينه كتجي زوينه. وديروها البنات بقشوره يعني وحده كفاتني شتو. ديرو غير تفاحه وحده باش تكفاكم صافي. غنزيد شي جوجات بكره غنزيد شي جوج بلاتي نقطعو ونعاود. انا البنات قطعت انا البنات رجعت معاكم قطعت زدت هنايا شي ربعه اللي زدت ربعه على النص قطعت غير النص ديال نتوما اللي بغيتو ديرو غير تفاحه ديرو غير تفاحه انا غير زدت هذا نتوما على حسب الذوق ديالكم كل واحد والذوق ديالو. شتي هادي زدت شويه صافي البنات بحال هكا كتجي هكا تجي واعره البنات والله الا صدقوني الا كتجي زوينه جربوها. باغي غنشارك معكم بزاف ديال الكيكات كنصاوبهم. دابا غادي ندفع الفران غادي نقص العافيه درتها شتي درتها الوسط ما بين التحت وما بين الوسط. دابا غادي نسد دابا غادي نطفي هذا غادي نطفي غنخلي غير التحتاني غنطفي الفوقاني وغندير التحت ندير غير التحتاني وغادي نقص الحراره غادي نجيبها ما بين غتفوتي 200 تقريبا 150 بديرها في 150 ديريها بغيتي دير ما بين 200 وما بين 250 بحال هكا. انا هاي 200 فتها شي ها هي فتها درتها ما بين تقريبا 250 المهم هكا صافي نقصي الحراره ها هي قلت لك فوت 200 ها هي فوتها ماشي شتي فوتها صافي. وطفيت الفوقاني وخليتها غير التحتاني وبالصحه والراحه البنات نغطيب وانا غادي نشاركها معكم ان شاء الله حتى هي. البنات بغيت غير نوريكم الكيكه ها هي كيفاش كتبقى نوريكم كيفاش كتطلع كتجي زوينه والله شتي هذاك التفاح كيبقى مجعبها شتي هي صغيرة غادي كطلع شفتوها البنات كتجي زوينه غير جربوها. انا هاد الكيكه كنت كنديرها ملي كنت باقا في الدار عند ماما وعند بابا. كنت واحد النهار درت الكيكه هكا عاديه بالليمون وانا نقول اجي ندير فيها التفاح قبل ما نشوف انا هكا في اليوتيوب قبل ما كانش لا يوتيوب لا والو. ديك الساعه كانت عندي شي 19 عام ولا 18 عام واخترعت غير راسي درت الكيكه بحال هكا وانا ندير فوقها التفاح طرونجيات بحال هكا وجربت قلت الله نشوف كي غادي تجي جات زوينه جات رائعه. من تما وليت كنديرها وكلشي كتعجبو بصراحه العائله كامله كتعجبهم كتجي فيها زوينه. وكندير عاوتاني شكل اخر ديال التفاح عاوتاني دابا نشاركها معاكم شي نهار اللي كتتدفي فيها كامله وكتدردري عليها السكر هكا سنيده وهكا شويه القرفه هي هذيك كتجي واعره. دابا نشاركها معاكم شي نهار بغيت نقدم معاكم واحد العصير بالمانغ والليمون والشهديه. سمحوا لي نمشي نجيب الشهديه انت ما حطيتهاش وانا نرجع معاك. انا البنات رجعت معاكم انا جبت الشهديه غادي ندير المانغ وغندير الشهديه غنقطعهم وغادي نديرهم في هذا في العصاره ديال الليمون في العصاره ديال كنعصر بها العصير. المهم غادي نقطع هاد البصل ونرجع معاكم البنات. البنات انا رجعت معاكم انا قطعت المانغ هنا وقطعت هذيك الشهديه حيدت ليها الجلفه ديالها ها هو حيت لها ديك الجلفه ديالها وداك العظم ديالها والمانغ ها هي شتي داك العظم ديالها اللي كيكون كتفينيه كامل صافي. ودرت هنايا الليمون جهد شي 5 الليمونات اللي درت والسكر نتوما حسب نتوما كاين اللي كيبي الحلاوه كاين اللي ما كيبيش الحلاوه
مهم درت السكر ها هو. بغيت غير نشارك معكم هذا العصير ديال المانغو اللي كندير في الدار. وانا درك غادي نطحنو البنات. وطحن لي العصير، غادي نزيد فيه واحد شويه ديال الماء بارد، غادي نزيدو. واللي كيبغي جاري يديرو جاري، واللي كيبغي خاطر ديرو خاطر. اصلا هو كيكون خاطر قد ما زدتي فيه الماء، كيجي هو هذا كيجي خاطر. المهم القياس اللي بغيتي نتيا، غادي نميلونجي هنا صافي هو هذاك. غادي نزيدو لا ما لا والو صافي. نزيدو شويه ديال الماء باش كتشوفوا البنات خاطر زوين صافي. دابا غادي نكبو في القرعه بسم الله. كيجي زوين البنات، ديروا معاه المانغ، ديروا معاه هذاك الشهديه اولا الخوخ، كندير كيجي زوين انا وعدتوه. كيجي باناشي كيجي زوين. ها نكبو لكم هنا. البنات كيجي واعر وبصحة وراحة البنات. جربوه راه كيجي زوين والله، كيجي زوين. ولا درتو عاوتاني بوقتو كيجي زوين. ها هو بصحة وراحة البنات، شتي كيجي واعر ما شهيتكم. طيب الكيكة ديالنا راه باقا كطيب. غادي نرجع معكم البنات، نمشي نحط الفطور ديالي. الفطور ديالي اليوم درت غير البيتزا لي شط ليا من البارح. ها هي، ها هي شتوها. غادي نسخنها ودرت الكيكه ودرت العصير ودرت الحريره حتى هي ديال التشيشه صافي. ودرت سيبيا بلاصوص، بغالي راجل سيبيا بلاصوص درتها درتها صافي. هادشي اللي دايره الفطور بحال البارح نيت. اليوم زدت الكيكه، درت غير الكيكه صافي. تهينا الكيكه شحال هادي ما درناهاش. وشاركت معكم البنات، يلا نحط دابا الطبله وما طابت لي الكيكه وغنشاركها معكم ان شاء الله. يلا بصحتكم البنات، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي كندير. كنشارك معكم الروتين ديالي ديال الدار، باقا ما كان مستعداش انني نبان لكم وداكشي. المهم الظروف وصافي، ان شاء الله نشارك معكم من اي حيد هذا الحجر الصحي. ان شاء الله نشارك معكم الخروج ديالي، تعرفوا على مدينه الداخله. غادي نوريكم هذا البحور كامله اللي كنمشيو ليها، غادي نوريها لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ما غادي نخرج، عاود ندير لكم فيديوهات وهذا، ونشارك معكم روتيني ديال الدار ان شاء الله، ديال الطياب هكا الطياب وصافي. اما باش غادي نبان، مازال ما مستعداش انني نبان، ظروفي الخاصه وصافي، وباقي ما مستعداش وصافي. وان شاء الله يكون خير، ونتمنى اي حاجه كنرميها ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله، وتنجح لي هذه القناه هذه ان شاء الله. وكنتمنى يا ربي اي واحد داكشي اللي كيتمنى يا ربي يسهل عليه في هذه العواشر هذه، ويا ربي يسهل على اي واحد. وهادشي اللي كان البنات، هادشي اللي كاين. وكنشكركم بزاف اللي كيدخل عندي، كنشكرو بزاف. واللي كيكتب لي كومونتير كنشكرو بزاف بزاف بزاف. كنشكر كاع البنات صحاباتي واللي كيدعموني، وهادشي اللي كاين صافي. يلا البنات نرجع معكم، باقا الكيكه كطيب، نحط البيضه ديالي وانا غنرجع معكم ان شاء الله. واللي شاف الفيديو دخل جديد يدير لي واحد ابوني وواحد لايك وعنوا الجرس، ونتمنى تبارطاجيو معايا الفيديوهات ديالي كاملين، وترموا من الاصدقاء ديالكم اللي كتعرفوا. الا عجبتكم الا عجبتكم الفيديو ديالي، الا عجبكم الفيديوهات ديالي اللي كنرمي. وان شاء الله نكون ما ثقلتش عليكم. ويلا حتى نرجعوا واحد شويه ونرجع معاكم ان شاء الله. وسمحوا لي البنات على صب التصوير، راه ما كنلقاش لي شد عليا، وباقا ما شديتش ديك العصا، وعارفين دابا مع الحجر الصحي داكشي ما كاينش. من غادي نجيبها نشريها ان شاء الله، نشريها ان شاء الله، وغادي نعود يبان لكم داكشي مزيان كيفاش كندير كيفاش هادي. فهمتي كاين اللي ما كيعرفش،
غادي نبقى نشارك معكم بحال كنخلط كيكه. تشوفوا كيفاش كنخلطها، كيفاش كيديروا البنات كاملين في اليوتيوب. نتمنى يا رب نبقى غادي ونتقدم بشوي بشوي. يلاه بديت ونشري ديك العصيه، بقى ما كنعرفش نصدر هكا بوحدي. كتبغي تنقي هذه، كتبغي تقادي، ما كتصيبيش كيفاش كديري بصراحه. ما كنلقاش اللي يشد عليا، وبنياتي باقيين صغار، ما كيعرفوش يشدوا، باش غادي يعرفوا يشدوا عليا مزيان. المهم قبلوا عليا البنات، قبلوا عليا والله الا قبلوا عليا. ونتمنى يا ربي من نخبل ما كي كيقولوا ليها. نتمنى يا ربي يعجبكم اي حاجه كندير تعجبكم ان شاء الله. يلا البنات ترجعوا واحد شويه. انا رجعت معكم البنات، هي من طابت شفتوها كي شي في داك التفاح باين وزوين. راني دهنتها انا بالكوفيتير، وغادي نزوقها شويه بالكوك. اللي عندكم نتوما، اللي عندكم بتسوقوها ومش تسوقوها تخلو غير كوفيتير. خلي عندي انا غير واحد شويه هاكا شويه صافي. عندكم كاوكاو مهروش، عندكم هذا الكوك، بتخلوه غير بالكوفيتير بوحدها، ولا الناباج دهنوها بالناباج، ولا داكشي اللي عندكم ديرو نتوما والذوق ديالكم. انا دهنتها واحد شويه بالكوفيتير، دابا غادي ندير انا عزيز ليا الكوك، درتها دهنتها هكا بالكوك صافي. وغادي نقطع معاكم باش تشوفوا كتجي واعره البنات. كنجربوها شتي، ها هي كتجي زوينه. غير جربوها البنات، والله كتجي زوينه. شتي كتجي ناشفه، شتي داك الزيت كتجيش مزيته، كتجي ناشفه هي تبارك الله. شتو وداك سميتو هذا التفاح كيجي فيها من الداخل، شكي كيجي فيها زوين. وبصحة وراحة البنات، نتمنى تعجبكم. يلا نقدم معكم الطبلة ديالي ونختم النهاية ان شاء الله. السلام البنات، انا رجعت معكم. انا حطيت الكيكة، ها هي، وها هي السيبيا، وها هي سميتو بيتزا الشطلية صافي. درت الحريرة ودرت قهيوة والعصير اللي شاركت معاكم قبيلة، والكيكة ها هي. صدقوني البنات الكيكة كتجي واعرة وكتجي ناشفة، غير جربوها والله على ضمانتي. نتمنى يعجبكم فطوري عادي شاركته معاكم، ونتمنى يعجبكم. سمحوني يا البنات قطعت، نتمنى يعجبكم الأطباق ديالي اللي شاركت معاكم الفطور ديالي. ونقول لكم بالسلامة عليكم، وسمحوا لي على كتسمعوا الصداع، وسمحوا لي البنات قطعت. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي درت، وبالسلامة عليكم ما نطولش عليكم. وواحد ابوني وواحد لايك ان شاء الله. يلا بالسلامة عليكم البنات، بصحتكم، بصحة فطوركم.